لكل السيدات والرجال والصبايا اللي عندهم تجاعيد بين الفم والذقن تقريبا بهيدا الشكل او الى اشكال مختلفة. اليوم رح نتعرف على تمرين سحري رح يشيل هالتجاعيد. ليتس جو. يسعد اوقاتكم احبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بتابعني اول مرة معكم لبينا، رح يحاصل على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية وبيولوجيا الشيخوخة وجمال السيدة بعد الأربعين. اليوم تمرين كتير حلو رح يخلي ابتسامتنا مفرودة، ما انه هيك رح تصير ابتسامة نحو الأعلى. خلونا نشوف وين العضلة اللي رح نشتغل عليها وشو هو التمرين. العضلة اللي عم بقصدها اللي موجودة بهيك شكل والأشكال القريبة منها، ولاحظوا العضلات الملتفة حول عضلة الفم، هي عضلة دائرية لكن احنا العضلات اللي رح نشتغل عليها العضلات الطولية المبينة بالشكل. وحتى نطبق التمرين رح نحتاج لقلم، فرشات، اي شيء موجود بس يكون بحجم صغير وخفيف الوزن ونظيف. ايضا الحركة رح تتطلب منا بالفم، رح ندخل الشفايف نحو الداخل ونضع القلم بوضعية بسيطة ومنعد 10 فقط، وبعدين بيكون انتهى التمرين لمرة واحدة في اليوم. خلونا نطبق. عشر عدات فقط بهدوء. رح تلاحظوا انه المنطقة هون انشدت، عندكم المنطقة السفلية من الوجه ايضا انشدت. ما تكتروا كتير التمرين لانه التمرين ممكن يعمل تشنج بالعضلة. حتى للاشخاص اللي موجود عندهم التجاعيد الباراكود اللي فوق الشفة رح يساعد هذا التمرين بحلها. خلونا نطلع على شوية تعليقات حلوة. سيدة جميلة عم تقلي قدي شفت فيديوهات شارحين عن هيدا الشي، قصدها عن اليوغا، كلهم ما فهمت منهم شي إلا انتي شرحك حلو وبسيط ورأسا نزلت التطبيق وجربت ونجحت. شكرا كتير كتير بتشكرك، وجهي تغير على تمارينك، بحبك كتير من العراق. سيدة عم تطلب مني تمارين لتوسيع العين، تكرمي، يسعدك يسعدك قلبك وايامك كلها يا رب. انا تغيرت تماما، بقيت وحده تانية وجميله لاني كنت حس وشي تبهدل، دلوقتي رجع زي الاول واحسن، وكل اللي بيشوفني بيقول بقيت اجمل. سيده ثانيه، اقسم بالله اقسم بالله، من شهر واحد فقط وجهي تغير بفضل الله ثم بفضلك، كانت عندي خطوط الابتسامة وراحت، ما صدقت والله كيف انه الحل بايدينا ونحن لا ندري. شكرا لك. شكرا دكتورة، يسعد كل اوقاتك. انا اتابع بعض التمارين، الحق التحسن بادي على وجهي، بارك الله فيك. وانتو شو ناطرين؟ طبقوا التمارين وخبروني بنجاح التمارين على وشكم، وانا رح كون اكيد سعيدة. وخلونا نشارك الكل نجاح التمارين على وشنا. بتشكركم وما تنسوني من كومنت حلو ولايك وشير، وانطروني بالفيديو القادم.